أما قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، إذا حياني شخص، هذا في الرد ليس في الابتداء. إذا حييتم بتحية فردي ردوا يا أهل الإيمان بأحسن منها، حيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فبين لنا النبي أننا نقول عليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم، فهذا رد بمثلها. أما الابتداء فلنا أن نبتدئ بشيء غير تحية الإسلام. نقول على سبيل المثال كيف أحوالكم، أو نقول السلام على من اتبع الهدى بصفة عامة والله أعلم. أما التهاني بالأعياد التي تخالف ديننا، افترض مثلا عيد القيامة عند فريق من النصارى يزعمون أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد وينشئون عيدا، فهذا يخالف معتقدنا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فربي قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلا يسوغ أبدا أن أقرهم على أن عيسى قام بعد صلبه والله أعلم.